بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 35 من سلسلة دروس كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للحافظ الشيخ أبي بكر أحمد ابن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن وصلنا إلى باب إصلاح المحدث هيئته وأخذه لرواية الحديث زينته. قال: أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني محدث عن المغيرة بن عبد الرحمن عن خالد بن إلياس عن مهاجر بن مسمار قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب، إن الله تعالى طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، يعني يكره الله عز وجل يكره الرائحة الخبيثة، ويكره البالي عز وجل القذارة والوسخ. يعني لا ينبغي لك يا طالب العلم أن تلبس، أو يا إنسان أو يا مسلم، لا ينبغي أن تلبس ثيابا وسخة أو أن تجلس في مكان وسخ أو في مكان قذر. ليه؟ لأن الله نظيف يحب النظافة، يحب النظافة، فينبغي أن تكون أنت حريصا على ما يحبه الله. وبعض العلماء قال: ماذا يعني الله يحب النظافة؟ بمعنى إن الله يرضى، إن الله يرضى على المكان أو على الشخص الذي اتصف بالنظافة، اتصف بالرائحة الطيبة بعد تحقق فيه شرط الرضا وهو كونه مسلما. فهذا يعني من الأحاديث الدالة على وجوب النظافة ووجوب تحسين الرائحة. قال: كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. قال: أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز قال حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثني عبد الصمد يعني ابن النعمان قال حدثنا ورقاء عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إني لأحب الجمال. رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لأحب الجمال، خشي أن يكون قد تلبس بمنهي عنه حيث كان يحب الجمال، فشرح ما يشعر به لأستاذه وشيخه ومربيه ومعلمه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا شأن الموفق، عندما يختلج في نفسه شيء لا يعرف حكمه لابد أن يذهب لأهل العلم ولمن يثق بدينهم وورعهم ويسألهم عن هذا الذي يختلج في صدره، هل هو حلال فيمكث ويقويه وينميه، أم هو حرام فيحاول تطهير باطنه من هذا الوصف الذي نهى الشارع عنه. فجاء الصحابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني لأحب الجمال حتى إني لأحب أن يكون في علاقة السوط، يعني في أدق التفاصيل وأدق الأمور، يا رسول الله أنا أحب الجمال، يعني أحب الرتابة، أحب الأناقة، أحب النظافة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك ما لم تسفه الحق وتمغص الناس فإن الجمال حسن. فإن الجمال، يعني أنت اهتم بالجمال ما شئت، واعتني بالنظافة ما شئت، واعتني بالرتابة والأناقة كيفما شئت، شريطة ألا تحتقر الناس، وشريطة ألا ترد الحق، شريطة ألا تحتقر الناس، وشريطة ألا ترد الحق. قال: فإن الجمال حسن، إن الله جميل يحب الجمال،
أطلق يحب الجمال في كل شيء سبحانه وتعالى. فلذلك أحبابنا لذلك العاقل لا يرى في مخلوقات الله قبيحا في الكون من مخلوقات الله، كل شيء جميل. فلذلك وهذا علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمنا كذلك الكمل من الخلق أن الكامل لا ينظر إلا إلى مواضع الكمال في كل شيء، إلا إلى مواضع الجمال في كل شيء. إن الله جميل يحب الجمال. فإذا كونك تهتم بمظهرك الخارجي، تهتم بجمالك، ترتيب لحيتك، تنظيف ثوبك، أناقتك، هذا لا شيء فيه. على العكس، نحن مأمورون بهذا، ولكن شريطة ألا يدفعك هذا الشيء إلى احتقار الناس وإلى رد الحق. قال: ينبغي للمحدث أن يكون في حال روايته على أكمل هيئته وأفضل زينته، ويتعاهد نفسه قبل ذلك، يعني قبل أن يتصدر للدرس والتحديث، يتعاهد نفسه بإصلاح أموره التي تجمله عند الحاضرين من الموافقين والمخالفين. قال: وليبتدئ بالسواك، يعني ينظف أسنانه وفمه كي لا تخرج منه رائحة كريهة يتأذى منها الحضور. فقد أخبرنا محمد بن أحمد ابن أبي الفوارس ومحمد بن أحمد ابن يوسف الصياد قال: أخبرنا أحمد بن يوسف ابن خلاد قال: حدثنا الحارث بن محمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك ابن عبد الله عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى ظننت أو خشيت أنه سينزل علي فيه قرآن. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا بالسواك أمرنا بتنظيف الأسنان وتنظيف الفم، متى؟ بعد أن أمر هو عليه الصلاة والسلام بالسواك وتنظيف الفم. قال: أخبرنا علي بن أحمد الرزاز قال: أخبرنا أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد قال: حدثنا محمد بن غالب بن حرب وإبراهيم بن إسحاق الحربي قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا قيس بن الربيع عن عيسى الزراد عن تمام بن معبد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استاكوا، يعني استعملوا السواك ونظفوا أفواهكم، لا تأتوني قلحا، أسنانكم قد ملئت صفرة وامتلأت طعاما وخرج منها لتن هذا الطعام، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: أخبرنا الحسن. لذلك باتفاق العلماء أحبابنا السواك سنة مؤكدة في كل حال، وأشد تأكيدا عندنا في بداية الوضوء. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا عبد الرحمن بن سيما المجبر قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الغداني قال: حدثنا معلى بن ميمون عن يزيد بن سنان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك يزيد في الفصاحة. قال: وليقص أظافيره إذا طالت، يعني المحدث، يعني الشيخ، يعني المربي، يعني المعلم، هذا كله من أدب الظاهر، هذا كله من أدب الظاهر الذي لا ينبغي أبدا التقصير فيه. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني بنيسابور قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا العباس بن الوليد قال: أخبرنا محمد بن شعيب قال: أخبرنا عيسى بن عبد الله عن عثمان بن عبد الرحمن أنه أخبره عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: خللوا لحاكم
يعني أثناء الوضوء، خلل هكذا، خلل اللحية نظفها. وقصوا أظافيركم، قصوا الأظافير، فإن الشيطان يجري ما بين اللحم والظفر، حتى قيل كلما طال الظفر الشيطان يستظل الشيطان بظفرك إذا طال، فلذلك ينبغي تقصير الأظفار. وهذه من الفطرة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أظن سيأتي عشر من الفطرة، وقال منها قصوا الأظفار وغسلوا البراجم، عشر أمور ذكرها في صحيح مسلم، ولكن الراوي قال بالأخير ونسيت التاسعة إلا أن تكون المضمضة. المهم إذن هذه قص الأظفار من خصال الفطرة. طبعا أحبابنا تقليم الأظفار، قص الأظفار سنة عند الفقهاء، سنة عند الفقهاء للرجال والنساء لليدين والرجلين. ويستحب في قص الأظفار أن يبدأ باليد اليمنى، باليد اليمنى وينتهي باليد يعني قالوا هكذا يبدأ بالسبابة، قالوا هكذا يبدأ، هذا عندنا يبدأ بالسبابة اليمنى الوسطى البنصر الخنصر، ثم بعد ذلك بالخنصر في اليسرى البنصر الوسطى السبابة الإبهام، ثم ينتهي بالإبهام اليمنى. يقولون يكون بذلك بدأ باليمنى وانتهى كذلك باليمنى. وكذلك بالنسبة لتقليم أظفار الرجلين، ولعله قيل غير ذلك. على كل هذا كله من آداب، يعني من آداب تقليم الأظفار ومن سنن التقليم بعد أن كان تقليم الأظفار كله كان سنة. قال ويستحب أن يكون تقليم الأظفار يوم الجمعة، يعني ورد في الحديث فيما أذكر أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره كل 15 يوما، فالسنة قالوا يستحب أن يكون تقليم الأظفار يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، قبل صلاة الجمعة. وأظن ورد في هذا الحديث يعني عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت فيه فيما أذكر يعني يستمتعني وتأكدا من اللفظ فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه ويقلم أظفاره قبل صلاة الجمعة. الله. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا يوسف القاضي والحسن ابن سهل المجوز قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا قريش ابن حيان العجري عن سليمان بن فروخ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسأله عن خبر السماء فقال تسائلني عن خبر السماء وتدع أظفارك كأظفار الطير تجتمع فيها الجنابة والتفث والقذر. وهذا مثل هذا السائل كثير في زماننا، كثير في زماننا. تجد مثلا أنا أعرف هؤلاء كثيرين، تجد واحد حليق اللحية، حليق اللحية تماما، ويضع في عنقه سلسلة من الفضة، ثم يقول لك الاحتفال بعيد المولد بدعة، يا سبحان الله. يشرب الدخان وهو منكر، ويقول لك مدح النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصائد فيه بدعة، أو الصلاة على النبي بعد الأذان بدعة. لك يا أخي أنت الآن متلبس بمنكر 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 بمعصية، هذا ما فعله. ويأتي إنسان كذلك تجده ربما لا يصلي ويقول لك مثلا ما اسم زوجتي إسماعيل الأولى، سيدنا إسماعيل بن إبراهيم الأولى التي طلقها من أبيه، سبحان الله. يعني لماذا تريد اسمها؟ يعني اسأل عن الطهارة، اسأل عن أحكام، واضح أحبابنا؟ فهذا الشخص الذي جاء ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام وأظفاره طويلة، نعم، هذا مثله كثير. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يعلمنا إذا ما جاءنا نظير هذا الشخص أن نوجهه وأن نقوله يا هذا اعتني أولا بما أنت مأمور به، اعتني أولا بما أنت مأمور به، وبعد ذلك اسأل عما بدا لك. والله تعالى أعلم.
كذا قال عن أبي أيوب الأنصاري، وزعم أبو حاتم الرازي أن صوابه عن أبي أيوب الأزدي وهو يحيى بن مالك العتكي من التابعين. قال أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن صالح الأنماطي قال حدثنا عباس بن عثمان المعلم قال حدثني الوليد عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور في كل شهر، يعني كان يزيل شعر عالته في كل شهر يستعمل النورة، كان يتنور في كل شهر ويقلم أظفاره في كل 15، يعني في كل 15 يوما يقلم أظفاره عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يوم الجمعة كما ذكرت قبل قليل. قال ويأخذ من شاربه، ويأخذ من شاربه. طبعا المذهب عندنا أحبابنا، المذهب أول شيء اتفق العلماء على أن قص الشارب سنة وليس بواجب، إلا بعض يعني لعله بعض أقوال، ولكن كأن قول جماهير العلماء حيث لا يلتفت إلى المخالف أن قص الشارب سنة، قص الشارب سنة. والمذهب عند المذهب قال الشيخ، يقول الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيتي، المذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا أن يختلفوا هل الأفضل الحف أم القص؟ الحف يعني الحلق بالموسى على الأخير، أم الأفضل هو القص، أن تقص شعر شواربك بحيث يعني تظهر حمرة الشفة، أما ما فوقها يبقى الشعر موجودا، لأنه ورد في عندنا في الأحاديث الأمر بالحف وورد الأمر بالقص، فأيهما المقدم؟ ما هو المذهب عند الحنفية، القص أم الحف؟ فقال الشيخ ابن عابدين رحمه الله، المذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا أنه القص، يعني وليس الحف. وقال في البدائع هو الصحيح، يعني الصحيح أن المذهب عندنا والصحيح الراجع عندنا في المذهب أنه القص وليس الحف. ولكن الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال القص حسن والحف أحسن، وهو مذهب علمائنا الثلاثة، وأراد بعلمائنا الثلاثة أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد. طبعا السنة عندنا أيضا أحبابنا أن يقص المسلم شاربه كل أسبوع مرة ويوم الجمعة وقبل صلاة الجمعة، كل أسبوع مرة، والأفضل أن تكون يوم الجمعة وقبل صلاة الجمعة. هذا ملخص يعني الحديث عن قص الشارب. تمام. أنا قلنا معنى التنور يعني يستعمل النورة، التنور يعني يستخدم النورة التي هي عبارة عن خليط من كلس وغيره يوضع على شعر العانة فيذوب الشعر ولا يحتاج إلى حلقه، هذا كان يستعملونه في الماضي، أما الآن توجد أشياء أخرى. ولكن هذا الشعر الذي يقصده ليس شعر الأسد، شعر العانة. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية. أما بالنسبة للحية أحبابنا فذهب الحنفية، أقول الحنفية والمالكية والحنابلة، هؤلاء الأئمة الثلاثة وعلماؤهم وعلماء مذاهبه، علماء المذاهب الثلاثة وعلماء المذاهب الثلاثة ذهبوا إلى أن حلق اللحية مكروه تحريما، وبعضهم قال حرام لا يجوز، يعني ذهبوا إلى وجوب إطلاق اللحية، إلى وجوب إطلاق اللحية، هؤلاء العلماء الثلاثة. وكذلك علماء المذاهب الثلاثة، انتبهوا أحبابنا،
حتى لا يأتي الآن شخص ويقول لك الصحيح المعتمد عند الحنفية أنه لا يجب إطلاق اللحية، لا، هذا كذب على المذهب وافتراء على المذهب، هذا كذب وافتراء على المذهب. من يقول بأن الصحيح عند الحنفي عند الحنفية جواز حلق اللحية أو جواز تقصير اللحية بحيث يبقى شيء قليل هكذا ظاهر منها، هذا افتراء على المذهب وكذب، كذب على المذهب، هذا لا يصح هذا الكلام. أما الشافعية فعندهم قولان، المعتمد عندهم أن اللحية سنة، المعتمد عندهم أن حلق اللحية بالموس إزالتها هذا مكروه، هذا مكروه، إيه نعم، لأنه خلاف السنة. القول الثاني، القول الثاني هو خلاف المعتمد عند الشافعية، إطلاق اللحية فرض واجب، لا يجوز حلقها، لا يجوز حلقها، إيه نعم. فلذلك لا ينبغي لطالب العلم أبدا، لا ينبغي، لا ينبغي أبدا أبدا، عيب، عيب وعار، عيب وعار. نحن لا نقول أنه فعل منكرا ما دام المسألة فيها خلاف، ولكن عيب وعار على طالب العلم. هل حليق اللحية عند الأحناف فاسق؟ حليق اللحية عند المالكية فاسق؟ حليق اللحية عند الحنابلة فاسق؟ حليق اللحية عند الشافعية تارك للسنة، تارك للسنة. ولكن نحن لا يصح لنا إذا رأينا إنسان حليق اللحية في الطريق نقول له أنت فاسق، لا، هذا الكلام لا يصح. ليه أحبابنا؟ كما قلنا أكثر من مرة، هذه المسألة ما دام هذا الأمر فيه خلاف، ما دام الأمر فيه خلاف لا يجوز لك أن تنكر على، لا يجوز لك أن تنكر على فاعله. إيه نعم، يعني قد تجد أنت مثلا إنسان يحفظ القرآن ويعلم القرآن ويدعو إلى الله ويفعل الخير والمبرات إلا أنه حليق اللحية، تقول له يا فاسق؟ لا، ما يصح هذا، لا يصح، هو مقصر. أما أنت أن تكون عالما داعية إلى الله عز وجل مثلا، يعني شيخ خطيب منبر إلى آخره وحليق اللحية، والله هذا عيب وعار، هذا عيب وعار، يعني ينبغي أن تكون لك لحية تزين وجهك كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، سبحان من زين الرجال باللحى. والله يا أخوان ما في أجمل من اللحية في وجه الرجل، والله والله رأيت شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجمعنا وإياه جميعا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، رأيته مرة مرتين وثلاثة وأربعة عشر مرات، مرات كثيرة، كلما رأى طالب علم لحيته طويلة يقول، يتقدم إليه هكذا ويأخذ لحيته هكذا، والله بيده هكذا ويقبل يده ويقول لحية طاهرة ويقبل. وأحيانا كان رأيته مرة أو مرتين ليس أكثر أظن، يمسك هذه لحية، لحية بعض الطلبة ويقبلها، يقبل عينها يعني. فيعني هذا فخر، يعني أنت عندما تقول لك لحية قد أطلقتها. وللأسف، للأسف صار الآن إطلاق اللحية شعارا للوهابية والخوارج، صار الآن كل مرة، المرات كنت دخلت لزيارة مقام سيدنا الحسين هنا في القاهرة، وقدر الله يومها سبحان الله أن تكون جلابيتي قميصي لابسه قصير إلى فوق الكعبين، هكذا قدر سبحان الله، ولحيتي هكذا كما ترون. فدخلت إلى مقام سيدنا الحسين ووقفت أقرأ الفاتحة يعني كما يفعل غيري. والله يا أحبابنا رأيت نظرات الآخرين، كل الموجودين ينظرون لي باستغراب وتعجب، وكأنني يعني وكأنني شيء، من هذا الذي؟ فأنا لم يعني نظرت، شعرت بشيء، نظرات غريبة، ولكن قلت لعل، ما بعرف، في شيء غريب بالموضوع. فلما أذن الظهر خرج من خرج وبقي من بقي داخل المقام، وأنا بقيت، فأغلق الباب ليصلوا داخل المقام، الحجرة التي فيها قبر الحسين رضي الله تعالى عنه أرضاه، وأنا بقيت معهم. فازداد عجبهم، أنا لم يعني ما أنا ما أعرف السبب. بعد انتهاء الصلاة حصل لغط في المسجد، يعني بعض صار الناس يتكلمون فيما بينهم، فإذا بشخص وقف صار يتكلم بكلام يعني فيه علم، فيه رائحة العلم، وكل المتكلمين كانوا جهل، فبدأ يصوب لفلان ويصوب لفلان. فوقفت أمامه قلت السلام عليكم، قال وعليكم السلام، قلت له أنت رجل تفهم، عندك فهم وعندك علم، فضحك، قال لي من أنت؟ من أين؟ قلت له أنا من الشام، اسمك؟ قلت عبد السلام عبد الهادي شنار.
المهم هو كان عنده بعض الكتب التي حققتها فتعرف علي وعانقني إلى آخره. فقلت له من أنت؟ قال فلان فلان طلع هو شيخ ما شاء الله خريج الأزهر ورجل أهل العلم وأهل الفضل وصوفي طريقته مهم يعني كان من أهل التصوف. فقال لي فقلت له ما شعرت به أنا. فقال لي الكل هنا ظنوك سلفيا أو وهابيا لأن لحيتك طويلة وقميصك قصير انظر. فهم لما لا أروا هذا الظاهر ظنوني وهابيا أو سلفيا. لا لا هذه مشكلة أن تصبح السنة اللحية الطويلة شعارا للخوارج. فلذلك ينبغي علينا نحن أحباب طلاب العلم أن نهتم بهذه السنة أن نطلق لحانا لنعلم الناس بأن هذه السنة هي شعار أهل السنة وليست شعارا للخوارج وتوابعهم. لعلي أطلت. المهم هذا بالنسبة لإعفاء اللحية. قال أخبرنا أبو منصور عبد الله بن عيسى ابن إبراهيم المحتسب به. نعم رواية عن ابن عمر يعني قبضة لحية القبضة. نعم ورد فيها هذا في البخاري. هذا في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ هكذا بقبضته ويقص ما زاد عنها. هذا في البخاري هذا. وهو المذهب عندنا أن السنة أن يقص ما فوق القبضة. وفي ومن علمائنا من قال يطلق اللحية ولكن يهذبها يحلق الزائد منها يعني لا يجعلها لحية عشوائية هكذا قبيحة المنظر يقوم بتهذيبها بحلقها وترتيبها بحيث إذا رأيت صاحب لحية يعني تتمنى أن يكون لك لحية من جمالها. يا سيدي نعم هذا أنا أقول حتى أهل البدع لحاهم ليس مرتبة وليس طويلة لكن ليس مرتبة. نعم مش من رؤيتها صحيح. قال حدث أخبرنا أبو منصور عبد الله بن عيسى بن إبراهيم المحتسب بهمذان قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن محمد بن عباس بن هاشم النهاوندي قال حدثنا محمد بن عبدي بن عبد بن عامر السمرقندي. هكذا عندي ابن عبد. هكذا عندكم جميعا ابن عبد أم في هناك ابن عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز؟ الكل نفس النسخة؟ نعم عندي ابن عبد. ابن عبد. طيب قال حدثنا عصام بن يوسف قال حدثنا شعبة قال أخبرنا يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من لم يأخذ شاربه فليس منا يعني ليس على هدينا وليس على سنتنا وليس عاملا بإرشادنا. قال ولا يجوز أن يترك أظفاره وشاربه أكثر من 40 يوما. هنا لا يجوز بمعنى يكره له ذلك يكره له هذا. قال لما أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم ابن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا صدقة الدقيقي قال أخبرنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة يعني كل 40 يوم مرة واحدة. قال ويسكن شعث رأسه الشيخ قبل أن يفعل الدرس لابد أن يهذب يسرح لحيته ويسرح شعره ويضع إمامته. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ قال حدثنا أبو مالك النخعي قال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل مجفل الشعر يعني شاعر منكوش ومنتفش وقائم هكذا يعني غير مرتب فقال ما بال أحدكم يشوه نفسه
أو قال يشبه بنفسه. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أحمد بن عيسى بن الهيثم التمار قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا شعث الشعر، يعني شعره متلبد وسيخ غير مرتب غير نظيف، فقال أما وجد هذا شيئا يسكن يرطف يرتب ينظف يهذب، أما وجد هذا شيئا يسكن به شعره؟ قال وإذا اتسخ ثوبه غسله. لا تخرج أيها الشيخ الفاضل إلى طلابك وإلى عامة الناس بثياب وسخة، هذا عيب عليك وعار فيلفر الناس. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن ابن أحمد ابن إبراهيم القزويني قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ بمكة قال حدثنا محمد بن بشر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا فقال ما كان هذا يجد ما يغسل ثوبه ويلم شعثه؟ قال وإذا أكل طعاما زهما، يعني له رائحة أو زفر أو دسومة، أكل سمنا مرقة اللحم إلى آخره، أنقى يديه من غمره، يعني من رائحته، غسل يديه من نتن رائحة اللحم. هناك أطعمة تترك في اليد روائح فينبغي أنت أن تغسلها. قال أخبرنا أبو سعيد محمد ابن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي حاء قال وأخبرنا عبد العزيز ابن علي الوراق واللفظ لهم قال أخبرنا محمد بن أحمد المفيد قال حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجد من رجل ريح لحم وهو يصلي، فلما انصرف قال ألا غسلت عنك ريح اللحم؟ هذا تربية وتوجيه وتعليم من النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويجتنب من الأطعمة ما كره ريحه، يعني ما تصدر منه رائحة كريهة كالثوم والبصل. نعم. قال أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا يحيى ابن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء قال أخبرنا هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، يعني إيش الخبيثة؟ يعني رائحتها خبيثة، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه الإنس. والحديث في صحيح مسلم أحبابنا يوضح المسألة تماما، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد، فلا يقربن في المسجد. فقال الناس حرمت، يعني حرم البصل وحرم الثوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال أيها الناس
إنه ليس بي، أنا لا أستطيع، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. فبين لهم أن أكل الثوم وأكل البصل ليس حراما، ولكنني أنا كمحمد بن عبد الله أكره رائحة هذه الشجرة. ليه؟ لأن الملك يخاطبه، لأن الملائكة تتأذى من هذه الرائحة. فهمنا أحباب؟ إذن هو الحديث ظاهره يفيد التحريم، ولكن رواية الإمام مسلم توضح لنا أن الأمر مباح. ولك أنت، وفي رواية أميت خبثه بطبخه، فلذلك تأكل الثوم والبصل المطبوخ. وفي الثوم والبصل المطبوخ فوائد عظيمة جليلة جدا. كل يوم أنا أنصح الآن نصيحة بقوسين هذه، كل يوم قم بسلق بصلتين صغيرتين، أنا هذا أفعله بشكل يومي، بصلتين صغيرتين أو ثلاث، اسلقهما مع قليل من الملح، اجعلهم في وعاء، اغمرهم بالماء وقليل من الملح، وقم بغلي هكذا حتى تنضج تماما. ثم قل كل هذه البصلة أو بصلتين أو ثلاث قبل صباحا، يعني على ما قبل الطعام، قبل الطعام، فيها من الفوائد ما لا حصر له، ولا تعطيك رائحة كريهة. ومن أهم فوائدها أن فيها ألياف كثيرة تشعرك بالشبع فتقلل من طعامك. فيعني إذا من أراد أن يفعل ريجيم فهذه وصفة جيدة، ولها لها آثار إيجابية كثيرة على الدم، مميع للدم إيجابي، ولها تأثير مقوي لعضلة القلب، في فوائد كثيرة جدا. يعني هذا بين قوسين لمن أحب أن يفعله. قال: تغيير شيبه بالخضاب مخالفة لطريقة أهل الكتاب. طيب نقرأ نحن فقط هذا المبحث ونقف كي لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد ابن أحمد ابن عبد الله ابن مهدي البزاز، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن مخلد العطار، قال: حدثنا الفضل بن يعقوب، قال: حدثنا الفريابي عن الأوزاعي أن الزهري عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. طبعا قال العلماء أحبابنا، قال العلماء حنفية وشافعية وغيرهم: يستحب الاختضاب بالحناء والكتم. أنا ما رأيت أحدا من شيوخنا في الشام خضب لحيته البيضاء، ولعل هذا الأمر يكون سنة تبعا لعرف البلد الذي هو مقيم فيه. فإن جرى العرف في ذلك البلد الاختضاب فالسنة أن تختضب، فإن لم يكن قد جرى العرف في ذلك فالأولى عدم الاختضاب. لأن رأيت أشياخي وقد بيضت لحاهم ولم يبق في يعني لحاهم ولا شعر بيضاء، لم يختضبوا، والله أعلم. قال: أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري، قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأصم، قال: حدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث كان شديد بياض الرأس واللحية، وكان لا يصبغ، فخرج عليهم كأن رأسه ولحيته ياقوتتان حمرة، فقيل له في ذلك فقال: إن أمي عائشة أرسلت إلي بعزيمة أن أصبغ شعري، وأخبرتني أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصبغ. قال أبو بكر: لم يزل صبغ اللحية من زي الصالحين وزينة الفضلاء المتدينين، والمستحب أن يكون يعني الصبغ بالحناء والكتم. قال: لما أخبرنا علي بن يحيى بن جعفر الإمام بأصبهان، قال: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني، قال: حدثنا جعفر بن حفص بن عمر الرقي،
قال حدثنا قبيصة قال سليمان وحدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا مصعب بن ماهان قال حدثنا سفيان عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتم. قال حدثنا علي بن الحسن بن محمد الدقاق لفظا قال أخبرنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي قال قال قاسم بن زكريا المطرز قال حدثني إبراهيم بن يوسف الصيرفي من كتابه قال وحدثني حسين بن عيسى البسطامي قال إبراهيم حدثنا حفص بن غياث وقال حسين حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة عن حميد الطويل قال سألنا أنس بن مالك عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان شيبه أقل من ذلك، يعني ما كان يحتاج إلى الخضاب. وفي الواقع اختلف هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يخطب، فريق رجح أنه اخطب وفريق رجح عدم اختضابه. وكان أبو بكر الصديق يعني رضي الله عنه يخضب رأسه بالحناء والكتم، وكان عمر يخضب رأسه بالحناء، هكذا أخبر أنس بن مالك. قال وإن صفر الشيب يعني صبغ بالأصفر بالزعفران صفر بالزعفران والورس كان ذلك حسنا. قال أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن إسحاق عن ابن عباس قال مر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجل قد خضب بالحناء، فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا. قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا. قال فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال الأصم يوجد عندي أكيد نقصا يقول حدثنا ابن نصر. ماذا عندكم أحبابنا في نسختكم؟ عندنا بحر بن نصر. أيوة حدثنا بحر بن نصر، تمام حدثنا بحر بن نصر. بحر تمام. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن حدير بن كريب وابن عبد الله بن بصر أنهما رأيا عبد الله بن بصر وأبا أمامة وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفرون لحاهم. قال معاوية وحدثني أبو الربيع عن القاسم مولى معاوية قال هجرت الرواح يوم الجمعة في مسجد دمشق، ومعاوية يومئذ على الشام في خلافته، فرأيت رجلا بين الناس يحدثهم فاطلعت فإذا شيخ مصفر اللحية، فقلت من هذا؟ فقال سهيل بن الحنظلية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. كراهة الخضاب بالسواد. أحبابنا المذهب حكم الخضاب بالسواد، ذهب الحنابلة والمالكية والحنفية غير أبي يوسف باستثناء أبي يوسف، ذهب الجميع إلى أن الاختضاب بالسواد مكروه. الاختضاب بالسواد مكروه يعني في غير الجهاد، في غير الجهاد نعم. وذهب الشافعية إلى أن الخضاب بالسواد حرام، إلى أن الخضاب الاختضاب بالسواد حرام في غير الجهاد،
نعم هذا حكم. فأنا لا أدري ما هي حجة من يخطضب بالسواد، من يخطضب بالسواد، يعني هذا لا ينبغي أن يكون، لا سيما إذا كان المخطضب بالسواد عالما، والله أعلم. قال أخبرنا أبو عمر ابن مهدي قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا علي بن أحمد السواق قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا أبو عمر البزار عن سليمان الشيباني عن أبي سليمان عن جابر قال جيء بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رأسه ولحيته ثغامة، يعني أبيض متلبد، أبيض متلبد. هنا يقول الثغامة فتح الثاء نبت أبيض الزهر والثمر، شبه بياض الشيب به. هنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروه وجنبوه السواد. قال أخبرنا محمد بن أحمد الصياد قال أخبرنا أحمد بن يوسف ابن خلان قال حدثنا الحارث ابن محمد قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا محمد بن مسلم مؤدب المهدي قال حدثنا محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من غير البياض بسواد لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مسلمة بن علي عن عفير بن معدان أو غيره قال الصفرة خضاب الإيمان والحمرة صباغ الإسلام والسواد صباغ آل فرعون، ثم قال لباس المحدث المستحب له. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.